بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا جيت مثلا هنا كتبت باي، هيقول لي 3 وبعد كده رجع لي 4 علامات عشرية. بس احنا عارفين ان باي دي ليها علامات عشرية كتير جدا. نفس الكلام هنا، لو جيت احسب الاي هلاقي برضو مرجع لي 4 علامات عشرية. جيت احسب حاجة زي السكوير روت لخمسة مثلا او لاتنين، هلاقيه رجع لي 4 علامات عشرية. فمعنى كده ان الديفولت بتاعه ان هو بيرجع 4 علامات عشرية. بس في ابلكيشنز كتير بكون انا مهتم ان انا ارجع علامات عشرية كتير، يعني عايز مثلا احسب الاكيورسي بتاعتي تكون ال14 علامة عشرية، فانا عايز اظهر العلامات العشرية دي كلها. طيب، حاجة كمان ممكن نشوفها مع بعض، ان انا لو عندي رقم كبير، يعني مثلا رقم كده وليكن مليار، جيت كتبته هلاقيه بيقول لي 1 اي 9، يعني 1 × 10^9 اللي هو مليار. طيب لو انا عايز اعرض الرقم كله على بعضه، يعني انا عايز اعرض الرقم بالشكل ده، مش عايز اعرضه في scientific notation زي كده، طب اعمل ايه؟ ففي حاجة ممكن نعملها مع بعض، في ممكن اكتب فورمات بعد كده long. لما بكتب فورمات long بيعدل عدد الارقام العشرية لعدد اكبر. فلو انا جيت حسبت square root لخمسة لاتنين مثلا، هلاقي ان هو رجع لي عدد علامات عشرية اكبر. ففي اكتر من كوماند ممكن اعدل بيه الفورمات بتاعه الارقام اللي بتتعرض بيها. مثلا فورمات شورت ده الديفولت بتاعه ان هو 4 علامات عشرية. فورمات لونج بترجع 14 ديجيت بعد العلامة. في كمان فورمات لونج اي دي بترجع 15 ديجيت، وكمان بيبقى عندي اكسبوننت، في اكسبوننت هنا وهكذا. كمان لو انا عايز اعرض الداتا بتاعتي هيكسا ديسمال مثلا، فبكتب فورمات هيكس. فأنا ممكن أعدل الفورمات اللي الأرقام بتتعرض فيها عن طريق الكوماندز دي. لحد دلوقتي كل اللي احنا بنعمله إن احنا لو عايزين نطبع variable معين بنكتب اسمه هنا فبيعرض لي القيمة بتاعته. بس أحيانا بكون عايز أعرض حاجة معينة، يعني مثلا عايز أعرض رسالة مثلا زي enter a number أو أي حاجة. فأنا بدل ما أكتبها بالشكل ده وأدوس enter، أنا ببقى عايز function معينة تعرض لي الكلام ده. ففي فانكشن في ماتلاب اسمها ديسب، اختصار لديسبلاي، تاخد السترينج مثلا بقول له هلو، وبعد كده سواء حطيت سيمي كولون او ما حطيتش سيمي كولون هي بتعرض كلمة هلو مباشرة، مش بترجع لي بقى انسر بتساوي هلو وتخزن كلمة هلو دي في الانسر، لا هي بتعرض بس الرسالة زي السي اوت كده في السي بلس بلس. كمان لو انا عندي مثلا فيكتور زي اللي كان عندنا ده وعايز اطبعه، فانا ممكن اكتب ديسب بعد كده الفيكتور على طول هيبدأ يطبع لي القيم بتاعته، او مثلا ديسب وانا اعرف فيكتور او ماتريكس اللي انا عايزه 1 2 3، هلاقيه عرض لي الفيكتور ده. كمان ممكن اعرض بيها ناتج عملية معينة، زي ان انا اقول ديسب بعد كده تعالى نحسب السكوير روت لخمسة مثلا، جذر خمسة، فهيقوم طبيعي للناتج. ممكن كمان وانا بطبع اطبع ماتريكس، يعني انا كان عندي الماتريكس دي، فانا ممكن كده اقوم قايل له ديسب بعد كده الماتريكس، اما اديها له كاليمنتس او الفاريبل اللي شايلها هيبدا يطبعها. الحقيقه ان ديسب دي طريقه سهله جدا وبنستخدمها كتير جدا عشان نعرض الداتا، بس في طريقه افضل منها شويه بتخليني يعني اكونترول شكل الاوتبوت شكله عامل ازاي بشكل اكبر. في فانكشن اسمها اف برنت اف. اف برنت اف دي بتعرض الاوتبوت فورماتد، انا اللي بحدد الفورمات اللي انا عايزها. يعني مثلا لو انا عايز اطبع قيمة باي، فبقول له اف برنت اف، بعد كده اقول له مثلا the value of باي بتساوي، وبعد كده بقفل السترينج وبديله الفاليو بتاعت باي دي، فهاجي هنا اقوم قايل له باي. بس انا كمان ممكن اتحكم في الشكل بتاع باي دي هتتعرض كام علامة عشرية وهكذا. فباجي هنا اقوم قايل له مودولس اف، مودولس اف يعني فلوت، فهيبدأ يطبع الباي دي على انها ايه، فلوت. فلو جيت دوست انتر هنا هلاقيه the value of باي وطبع لي القيمة بتاعتها. بس هتلاحظ ان هو منزلش سطر جديد، فانا لو عايز انزل سطر جديد هكتب نفس الامر بالظبط، بس هاجي هنا هزود backslash n اللي هو new line. لو جيت كررت الموضوع تاني هلاقي ان هو في كل مرة بينزل سطر جديد. كمان ممكن اتحكم في الفورمات بطرق جميلة جدا، يعني مثلا ممكن اقول له the value of pi بيساوي modulus f. كمان ممكن اقوم قايل له and ال e بتساوي
وبعد كده مودولاس اف اللي هي قيمة تانية، وبعد كده كومة تانية، وأقوم حاسب له الإكسبوننشال بتاع 1 بكام. وعشان أنزل سطر جديد ما تنساش باكسلاش ان. فأنا كده قدرت أتحكم في شكل الأوتبوت. كمان ممكن نتحكم في عدد العلامات العشرية، يعني مثلا نفس الكلام ده ممكن أقول له مثلا اعرض باي علامتين عشريتين بس. تتكتب إزاي؟ بقول له دوت 2F، يعني بعد العلامة العشرية اطبع 2 ديجيت، انتر، هتلاقيه طبع لي 3.14%. ممكن اتحكم كمان في الاي، يعني ممكن مثلا اقوم قايل له دوت 6F، فهيعرض اي ل6 علامات عشرية. لو جيت اطبع الكلام ده هلاقي طبع ل6 علامات عشرية. فانا كده بتحكم في شكل الاوتبوت عامل ازاي. كمان ممكن اتحكم في شكل الاوتبوت بشكل افضل من كده، يعني مثلا الباي دي عايزين نعرضها في scientific notation اللي هي بيبقى فيها exponent، فممكن اجي هنا اقوم قايل له modulus e، modulus e اللي هو exponent، ودي تعالى نسيبها زي ما هي تتعرض في 6 علامات عشرية. لو دوسنا enter هتلاقيه عرضها لك في scientific notation، وال e سابها زي ما هي عشان انا محدد لها 6 علامات عشرية. طيب لو عايزين نطبع كمان ال output integer، فاقوم قايل له f، بعد كده print f، بعد كده مثلا the value بتساوي مثلا بعد كده modulus دي، modulus دي اللي هي decimal يعني، وبعد كده عشان ننزل سطر جديد يبقى backslash n، بعد كده كوما. انا مثلا عايز اعرض الخمسة، فهيعرضها لي ايه؟ integer. فدي الاشكال المختلفة اللي انا ممكن استخدمها عادة، modulus f لو انا عايز اعرض رقم float، modulus e لو انا عايز اعرض الرقم الفلوت ده في scientific notation، ممكن كمان احدد عدد العلامات العشرية اللي انا عايزها تطبع، ممكن كمان اطبع الرقم على انه integer modulus d اللي هو decimal. دلوقتي احنا عرفنا ازاي نطبع output لليوزر. عادة بنكون محتاجين ناخد كمان input من اليوزر، ففي فانكشن سهلة جدا اسمها input. input دي ببدأ اكتب فيها الرسالة اللي انا عايز اطبعها لليوزر، مثلا enter value. طيب ال value دي المفروض ان انا اخدها بعد كده واخزنها في variable مثلا عشان ابدأ اتعامل معاها، فاخزنها في x مثلا، فاقوم قايل له x بتساوي الناتج اللي هيرجع من هنا. لو جيت ارن ده دلوقتي هيقول لي هيطبع لي الرسالة دي enter value، هدخل له مثلا 7، فخلاص اكس كده ب7. طبعا لو انا عايز اخد الانبوت ده ومش عايز اعرضه بحط سيمي كولون هنا طبعا. وبعد كده بيقول لي انتر فاليو، لو دخلت له 77 مثلا ورحنا الورك سبيس هنا هنلاقي اكس متخزن فيها 77. طيب لو انا دخلت مثلا الفاليو دي نفس الكوماند انتر فاليو، دخلت له -2.5، وبعد كده قمت طابع اكس دي، هلاقي ان هو اتعامل معاها على انها فلوت عادي جدا. لو دخلت له سترينج بقى، يعني مثلا لو رنيت الكلام ده وقمت مدخل له سترينج دي اس بي، بعد كده جيت اطبع اكس، هلاقي ان هو اتعامل معاها على انها سترينج. يعني هو بياخد الانبوت مني وبيشوف الداتا تايب بتاعته ايه، وبعد كده بيخزنه في الفاريبل ده. فلو دخلت له فلوت هيتعامل معاه على انه فلوت وهيخزنه فلوت، لو دخلت له كاركتر اري هيتعامل معاه على انها كاركتر اري، دخلت له سترينج هيتعامل معاه على انه سترينج. طب ممكن نجرب حاجة كمان، ان احنا ندخل له فيكتور، يعني مثلا او ماتريكس. خلينا في فيكتور الاول 1 2 3، بعد كده جينا طبعنا اكس، هتلاقيه اتعامل معاه على انه فيكتور. طيب احيانا باخد قيم من اليوزر، القيم دي بكون عايزها سترينج عشان ابدأ اعمل بروسيس عليها. فمثلا لو قلت الكلام ده قدر السترينج بتاعي 15 مثلا، انا عايز ادخله كأنه سترينج مش كأنه فلوت، فلو دوست انتر وجيت طبعته هلاقيه اتعامل معاه على انه فلوت مش سترينج. فلو انا عايز اعمل حاجة زي كده، كل اللي انا بعمله بس ان انا باجي بزود بارامتر كمان اسمه اس. بعد كده لو دخلت اي حاجة، يعني لو دخلت فيكتور مثلا، الفيكتور ده بص لو جيت طبعته هيتعامل معاه على انه سترينج مش كأنه فيكتور، فاي رقم بدخله او اي قيمة بدخلها هيتعامل معاه على انها سترينج.